لما الأطفال كانوا بيلعبوا في حوش مدرسة المستقبل والشمس بتحضنهم بأشعتها الدافية، كانوا مبسوطين، أيوة، كانوا فرحانين، أيوة، كانوا اخلص اخلص نقصد يعني كل كان سعيد، لكن محدش كان شايف الخطر، محدش كان شايف أهل الشر، لأن أهل الشر إحنا ما نعرفش نشوفه. إحنا أهل الشر لا يروا بالعين المجردة. أنت عارف طبعاً إن المدرسة مستهدفة من أهل الشر. لا والله لسه عارف منك دلوقتي حالاً أهو. وهنا بس بدأت رحلة إنقاذ مدرسة الفتاح العليم على إيد حماة الوطن عشان يشعر كل طفل بالأمان. خير يا أستاذ عيد، أشرف قال لي إنك عاوزني في طلب على أعلى درجة من الأهمية. الصراحة يا فندم أنا مش عارف أبتدي إزاي، لكن هحاول أكون صريح ومحدد. وهو ده اللي عاجبني فيك، بجانب قفشاتك طبعاً. قفشاتي؟ طب عموماً أنا لازم أبدأ كلامي بإن المدرسة استفادت جداً من إشراف القوات المسلحة عليها الشهور اللي فاتت، وإن ده دين هيفضل في رقبة المدرسة ورقبتي أنا شخصياً إلى الأبد. ده مؤكد. ولقد أصبح كل واحد في المدرسة أنموذج صغير من فرد القوات المسلحة اللي انت بتزرعه جوانا، واللي ما يعرفش غير لغة الانتصارات. انتصارات؟ هنبتدي بقى نتريق ولا ايه؟ طبعا يا فندم انتصارات، وإلى ما كانش هيوصل لأنه يصبح الجيش التاسع عالميا. صحيح، عندك حق. ولقد أصبحنا قادرين بفضل توجيهاتكم على إدارة المدرسة وفقا للضوابط العسكرية اللي تعلمناها. بمعنى إننا عمرنا يا فندم ما هننسى الأيام الجميلة، ولا التعليمات اللذيذة، ولا القواعد العزيزة اللي حضرتك علمتها لنا، التي جعلت كل فرد من هذه المدرسة يسعى أن يكون أنموذج مصغر من فرد القوات المسلحة. بجد؟ أصلها سهلة هي. ما هو أنا يا فندم بقول بيسعى، لكن طبعا ده مدني وبيسعى لعله ينال هذا الشرف العظيم. بس ايه لازمة الكلام ده دلوقتي؟ مش عارف صح. هو انت يا استاذ عيد مكسوف تقولي انك عاوز تلغي اشراف القوات المسلحة على المدرسة؟ إيه؟ لا، ما هو اصل يعني ما هو الحكاية يعني الموضوع كله يعني ما هو ايه يا استاذ عيد؟ اتكلم، احنا مش اتفقنا على الصراحة من اول يوم؟ ما هو العقد بقى اللي بيقول كده، العقد هو اللي بيقول كده بقى. وتفتكر ان حاجة زي دي ممكن تزعلني؟ يا استاذ عيد انا من اول يوم قلتلك اننا مؤسسة عملاقة جبلت على احترام كلمتها وتعاقدتها. مو انا بقول كده والله يا فندم. بالاضافة الى ان الاشراف على المدرسة بيمثل عبء كبير علينا مع عدم وجود اي استفادة، زي ما لمست بنفسك. لمست بنفسي؟ مش انت تقصد يعني انا لمست يعني انه طبعا لمست خالص، لمست جدا، لمست بطريقة ملموسة. باختصار هو كان مجرد تكليف حاولنا نقوم بيه بأمانة، واتمنى اننا نكون نجحنا في كده. ولو احتجتم اي شيء في اي وقت هنكون موجودين. وصفات البيتزا والمكرونة وعجينة الكفتة هتلاقيهم في درج المطبخ اليمين تحت المعالق والشوك. اي احتياج لينا هنكون رهن اشارتك، وارجوك تسمح لي احتفظ بالصور ليا لداخل جدران المدرسة اللي كل ركن فيها حافر في قلبي ذكرى. والله يا فندم مفيش داعي يا استاذ عيد، العقد بينص بصراحة انه في حالة طلب المدرسة انهاء التعاقد يتم اخلاء المدرسة في خلال 48 ساعة. اتفضل يا استاذ عيد، واتمنى اني اقدر احتفظ بيك كصديق عزيز. طبعا يا فندم طبعا، ده انا يزيدني شرف. مدرسة الفتاح العليم. انت مش هتصدقي يا عطيات الموضوع تم بسهولة ازاي. طب قول بقى الادهم احسن ما كانش مصدق. وهو ابو الشخ ده من امتى كان بيفهم في السياسة والمراوغة؟ ده إنسان قلبه كله مليان حقد على الجيش بلده العظيم.
ده الراجل اساسا ما صدق زي ما يكون حمل واتشال من عليه. طب يا حاج مدام جيش عظيم كده ما تسيبهم يكملوا اشرف على المدرسه، يمكن كمان يدوك شيك تاني ب 300 جنيه ولا حاجه ونبني بيه الكوبري. ايه مالكش دعوه انت، هم خلاص ادوا مهمتهم على اكمل وجه وهيمشوا، اطلع انت منها يا سوسه. ما انا طالع منها من الاول. هو انت ليه زعلان يا ادهم ان الجيش هيمشي؟ انا مش زعلان ان الجيش هيمشي، انا مش مصدق ان الجيش هيمشي، او يعني تقدري تقولي كده انا عارف ان الجيش مش هيمشي. بس يا هبل، بس مش في حاجه اسمها تعاقدات؟ بس انت تعرف منين البند الثاني من العقد بينص على خروج جميع افراد ومعدات القوات المسلحه في خلال 48 ساعه من طلب المدرسه ذلك؟ اهو الكبس بقى. يعني كلها 48 ساعة؟ ماشي بسيط. بس في حاجة حصلت يا أستاذ عيد عاوزك تعرفها، في عربية أسمنت كبيرة نزلت في المدرسة، فأنا بسأل نفسي من ساعتها طب إزاي لو كان الجيش هيمشي؟ الله يا مالك يا عفيات، في الأسمنت ده كان قبل كلامي مع العبيد صفوت، يعني هو كان هينجم يعني إن أنا هفتحه في الموضوع ده؟ كلام معقول برضو. طيب وهو كان بينزل للأسمنت حتى لو مستمر في المدرسة قبل ما انت تكلمه يعني يا أستاذ عيد، هو مش مجلس الإدارة رفض الكوبري؟ كلامك صح يا أدهم، أنا الظاهر لازم ما أقعدش كتير مع الأستاذ عيد. الله، تقصد إيه يا عطيات؟ لا أقصد أقول يا أستاذ عيد عشان أنت مش فاضي وغرك حاجات مهمة جدا. مدرسة الفتاح العليم. مساء الخير يا تف. ملك يا سعيد كف الله الشر. العفش راح فين يا تفيدة؟ حرامية جم سطوا على البيت ولا ايه؟ يوجتك ايه يا سعيد؟ والنبي ضحكتني، حرامية ايه بس؟ دي مدام افتخار الله يسترها، خدت الصالون والصالة والسفرة علشان هتجددهم لنا في ورش الجيش ومن غير ولا مليم. ليه يا تفيدة ليه؟ هيكون ليه يعني؟ علشان أنا من الحبايب اللي بيحبوا مصر بقلب وضمير، فالجيش مش هياخد مني فلوس خالص. لا أقصد ليه خدتهم أساساً؟ ليه تجددهم؟ هم جداد وحلوين وهنقعد من غير صالة وسفرة وصالون يا تفيدة. ده هو يوم واحد بس يا سعيد وكل حاجة هترجع مكانها تاني. يوم جيش بقى يا سعيد. وهي نزلت امتى بسلامتها؟ اصل ما هو والله يا طنط افتخار، يا ست افتخار، والله ما ليه لازمة ابدا، انا الترابيزة دي انا جايبها من اسبوع. صدقني يا ادهم انت تحتاج حاجة احسن من كده. يا ستي انا مش عاوز احسن من كده. ازاي اسرة بتحب مصر وابنها يشتغل على ترابيزة كمبيوتر زي دي؟ مالها دي اغلى ترابيزة في مصر. طب كويس، طمنتني. مش عارفة ليه حاسة اني ناسية حاجة. ما فضلش غير الحلل والاطباق حضرتك، وفي برميل ازرق كمان فوق السطوح لو عايزينه بالمرضى. لا ما انا مش عايزة اقلب لكم نظام البيت. عموما هبقى عدي مرة تانية ومعايا كهربائي يشوف لنا النجف ده لو عايز يتصلح. خدوا بالكم من نفسكم. وانت يا ست تفيدة لو اي حد ضايقكم تتصلي بيا فورا. الهي يسترك يا مدام افتخار، والله من غيرك ما كنت عارفة هنعمله ايه. بس لسه مصدق برضو ان العميد صفت هيسيب لك المدرسة؟ طبعا مصدق. حركات الست افتخار دي حلاوة روح. هو مش كان مفروض سلم لك المدرسة من يومين؟ يعني عدى 48 ساعة اللي كان بيتكلم عليهم. وحد يا ابني عارف ظروفه ايه؟ وانت هتطلب منه انه يمشي؟ طبعا، ومش بمزاج، وده قانون. استغفر الله العظيم، اللهم اغزيك يا شيطان. مدرسة هاو 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 ه
الناس خلاص بتضحك تراب جابت جد حضرتك جاتكم دهية جاتكم نيلة حبت حرامية من يوم الثورة الحرة الكبرى بيقولوا ما احناش خايفين مع ان سلاحهم ويا كلابهم دول مرعوبين من يوم الثورة الحرة الكبرى ايوه احنا مش خايفين مع ان سلاحهم ويا كلابهم يمكن مرعوبين لا ينفع كبري ولا قطري بيجري خلصانك ثورة بس معنى كده ان يلغي شخصية المدير بتاعنا اهو ده اللي انا عمري ما هقبله ابدا لان مكانة المدير من مكانتنا كلنا ماشي صح قوي كده قلتلك اخرس قلتلكوا علينا وحقولنا حبة اوهام من نور عينينا خلونا في اصعب ايام ماشيين بالعكس وبنرجع امس ما نروحش لبكره يا عم الظابط باللانشون والجبنه الرومي خدني للناظر بهدلني قطع لي هدومي اتلم يا بودي يا حبيبي وانزل في الحوش سيبك من الظابط ورحمته لا نروح كلابوش بلا قدر مشاكل انا عايزك واكل من جبنه بلدك شوف وصلت كام دلوقتي تكلفها عيشتنا وازاي كده عام جنينا وازاي جرقنا شوف وصلت كام دلوقتي تكلفها عيشتنا وازاي كده عام جنينا ازاي جرقنا بقى ايه متبقي وايه ناقص لسه مع ريس وكسه ولا بقى حضرتك بقى اللي عاوز تتخلى عني اتخلى عنك؟ اتخلى عنك ازاي؟ انتوا ما تعرفوش ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ شكرا يا مصر شكرا يا مصر شلة حرامية سرقونا خلوها تكية نطوا على السلطة وبقينا في أكبر ورطة طول عمر حديد وجديد ولا قلبي لين دوق حتى الكفتة والبيتزا أو أي عجين عندنا وطنية فيها أحسن خدمة بنزين 90 اتلم يا أدهم يا مغفل يا أبو مخ فريد أي خاين بلدك لو حكمت راح أبلغ فيه يا ستي السودة أمي دي الأوضة مع أحمد موزة يا حاج يا حاج ده أنا لسه جايب لك الشاي وهي اللي كانت منفضة لك على فكرة هو أنا هبيع بلد على كوباية شاي طز فيك أنت والشاي بتاعك وتحيا مصر تحيا مصر دي أخويا العالم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بنحبك يا مصر